احنا نقول للمشاهدين انه لفتنا امس مناشده مدير عام قطاع الموسيقى والاذاعات في مجموعه ام بي سي الاستاذ زياد حمزه، اللي طالب فيها الفنانين انهم يعني يقدمون محتوى فني كله تفاؤل وايجابيه، والفنان هو ابن بيئته ويؤثر على الناس، والناس ايضا يعني تلتفت للي يقدمه وممكن هو يوجه الراي العام. صحيح هاني، وحتى انا لما كنت اتابع السوشيال ميديا في مجموعه من الفنانين فعلا بداوا يوعون متابعينهم، مثل سعد رمضان اللي غير اغنيته شو محسودين واطلق من البيت اغنيته شو محجورين من وحي الاجواء. معنا مباشره من البيت الفنان سعد رمضان. اول شيء سعد نرحب فيك وصباح الخير. يسعد صباحك ونبارك لك يعني العمل الجديد. صباح الخير هدى، صباح الخير هاني، مشتاق لكم كثير اول شيء. والله احنا اكثر. يعطيك الف عافيه. سعد، شو الدافع اللي خلاك انه تغير كلمات اغنيتك وتغني شو محجورين في هذا التوقيت؟ يعني اول شيء هدى يمكن القعده بالبيت، اكتشفت شغلي انا انه القعده بالبيت على وقت طويل بتطلع ابداع من الانسان، لانه ما عنده شيء يعمله الا انه يفكر، الا فعلا انه يفكر باشياء هيك مهضومه، واليوم السوشيال ميديا يعني اذا الواحد عادي عايش حياته طبيعي بتلاقيه 24 على 24 على السوشيال ميديا، فكيف اذا كان واحد محجور بالبيت؟ طلعت معي هيدي الفكره هيك، كانت مثل مزحه يعني، ما كنت عارف رح هالقد تاخذ ضجه كثير كبيره. لا الحين الناس جالسين ومركزين. بالفعل بالفعل، وانا حبيت يمكن وصل رساله بس على طريقه مختلفه شوي، وانا بعتبر دائما انه هيدي الطرق الجديده او الطرق هيك المهضومه بالاغاني دائما بتوصل اسرع من اي طريقه ثانيه. فعلا فعلا. سعد، في ترند عالمي لفنانين قاعدين يسوون حفلات للمتابعين، يعني حفلات لايف على السوشيال ميديا من دون ما حد يطلع من بيته، كيف تشجع انت هذا النوع من المبادرات كفنان؟ يعني اكيد اليوم كنت عم بسمعكم قبل شوي هاني شو عم تحكوا، انه قعده البيت شوي بتاثر نفسيا على الانسان. اليوم دائما الموسيقى انا بعتبر يعني انا بعتبر شغلتين بالحياه هن مخرج للانسان من قصه التعب النفسي او شيء، الموسيقى والرياضه، وهذا اللي عم بعمله انا اصلا ببيتي، يعني انا كل يوم رياضه بالبيت وموسيقى. ما شاء الله عليك. يعني فكره انه الواحد يغني، فكره انه يقدم موسيقى بهالوضع اللي نحن فيه للناس فكره كثير كثير منيحه يعني. الى حد ما يمكن 60 او 70% بتطلعهم من المود السلبي اللي هن بيكونوا فيه اكيد. نعم. طيب نصيحتك لمتابعينك في لبنان والعالم العربي اللي الحين مستصعبين الجلسه في البيت. شوفي انا هدى، انا قلت من كم يوم، قلت انه هذا الموضوع او مرض الكورونا هو سهل وصعب بنفس الوقت. صعب اذا ما كنا قد المسؤوليه وما التزمنا بكل الاجراءات وما تعلمنا من اغلاط غيرنا، سبيشلي ب ايطاليا. اللي صار بايطاليا هو الاستهتار اللي وصلنا للي هو فيه. سهل كثير كثير اذا الانسان بيلتزم. انا قلت انه هيدي غيمه سوداء وبدها تمرق باذن الله ان شاء الله باذن الله، بس كانت مرقت هيدا الموضوع لنكون قد المسؤوليه لحتى نطلع باقل ضرر ممكن. اكيد سعد، واحنا ننتظرك يعني تكتشف نفسك اكثر وتالف لنا اغاني اكثر في هالوقت تسلينا. معي افكار مش طبيعيه هدى، يعني عن جد سبحان الله، يعني القعده بالبيت شيء غريب عجيب يعني. شكرا لك يا سعد، تحياتنا لك ولكل اهلنا في لبنان، نتمنى لهم السلامه والله يحفظهم يا رب. خلينا نشوف مع المشاهدين الكليب مع تعديل سعد.